على الجميع. تكلمنا مبارح عن الغضب قبل يومين عن الغضب، وتكلمنا مبارح عن مقياس المشاعر، مقياس هاوكنز للمشاعر، وقديش انه الغضب والمشاعر المنخفضة بتأثر علينا، بتأثر على حياتنا، وبتأثر على المجتمع اللي احنا عايشين فيه، وقديش الناس اللي في وعي مرتفع او في مشاعر مرتفعة، خلينا نقول قديش انهم بناس مؤثرين في هذه الحياة، وقديش ممكن يساعدوا الآخرين. طبعا الغضب والمشاعر المنخفضة ما بتأثر فقط علينا إحنا كأشخاص، لا، بتأثر على المحيط الخارجي وعلى أماكننا كمان. لما بتشعر أحيانا إنك أنت إذا كنت في فترة من الفترات متضايق ومحبط وعندك، وبلشت تخزن هذه المشاعر في مكان العمل، يعني مثلا كنت محبط في العمل، متضايق من مديرك، متضايق من زملائك، أو في البيت متضايق من أبنائك، من إخوانك، من أي حد، وخليت هذا الشعور على فترات أو على زمن طويل، حتصير تشعر بمشاعر سلبية لما تدخل على البيت. بالتالي الشخص فينا حيصير ما يشعر بالأمان في هذا المكان اللي هو فيه، ولا يشعر حتى بالراحة اللي هو بيحتاجها في مكان سكنه أو مكان عمله. عرفتوا ليه؟ لأنه البيت بيصير يتأثر من هذا المكان، وبيصير يتغذى، بيصير يتأثر ويتغذى من هذه المشاعر اللي عندنا، وبسحبها وبحس فينا. عرفتوا؟ وبالإضافة إلى أنه غير أنه البيت كمان بتأثر، فلما أنا مثلا أعمل أكل وأكون متضايق، فبنقل ذبذبتي، غير أني بنقلها لبيتي، بنقلها كمان لطعامي، وطعامي بذلك بنتقل برجع لمعدتي، فبصير مش حاسس بالراحة ولا بأي شكل من الأشكال. إحنا عرفنا من قبل أنه في طاقة في علم الفينغ شوي، أنه كل بيت له طاقته الخاصة، كل ما التزمنا بقوانين الراحة والإيجابية في منازلنا وفي حياتنا وفي أماكن عملنا، كل ما أعطانا هذا البيت أو هذا العمل اللي إحنا بدنا إياه. أما كل ما كنا بنصاحب مشاعر سلبية، فبالتالي بنأثر عليه وعلى أماكن كمان عملنا. فالمهم نعرفه، في ناس كتير ممكن تعمل بيتها على الفينغ شوي وتزبط الأركان وتزبط كل شيء حولها، لكن ما تحس بتغيير. فمن هنا أنا بفهم وبتأكد أنه أنا المؤثر الأول في أي مكان أنا بحل فيه. يعني في أحيان ممكن تلاقي واحد أو صديق أو صديقة طاقتها هي مرتفعة وبيتها ما يكون على الفينغ شوي، لكن هي مأثرة على المكان بطريقة أو بأخرى. فبذلك لما الشخص يكون طاقته مرتفعة، ذبذبات المكان على طول بترتفع، وحتى أنت بتصير تستشعر هذا الشيء. ولما يكون الشخص طاقته منخفضة، كمان ذبذبات المكان تستشعر هذا الشيء وبتسحب، حتى لو كان المكان ماشي على الفينغ شوي. فمهم نعرف أنه إحنا الأساس، قبل ما أرتب بيتي على طاقة المكان، قبل ما أهتم في أني أنا أفعل جوانب حياتي، مع العلم أنه هو إلى حد ما لما بيكون البيت على، مع العلم قلنا لما يكون البيت على منظم والجوانب فيه كلها مفاعلة صح والأركان صح، بيأثر فينا أو بيعملنا نوعا ما بالانس. لكن إذا أنا مشاعري منخفضة، كيف أنا بدي أأثر في البيت؟ حأثر فيه سلبي حتى لو كان هو إيجابي. خلينا نحكي مثال، انت لما بتروح على المستشفى فطاقة المستشفى منخفضة، بعد ما تروح بهيك ساعة ساعتين حتحس مرات، بتحس مرات بضيق، بالذات الاشخاص اللي متذبذبة، ذبذبتهم مش متزنة، اوكي، اللي ما بتفصل، اللي بتتأثر. فالمكان بيأثر فينا واحنا بنأثر فيه، لكن احنا الاساس. لكن انا لو انا واحد طاقتي مرتفعة، رحت المستشفى لهدف، زرت فلان من الناس ورجعت، ما رح أتأثر زي الشخص اللي عايش في شفقة، اللي بيحزن، اللي مكتئب، لا طبعا. فالكون كله حوالينا هو
الكون ذبذبي وعبارة عن ذبذبات بنرسلها وبنستقبلها وبنأثر في اللي حوالينا، واللي حوالينا بيأثر فينا إن كانوا أشخاص أو أشياء أو حتى حيوانات. فمهم إن نعرف التوازن في كل شيء طيب ومهم. يعني خليني أحكي مثال، لو أنا طاقتي جدا مرتفعة، بيتي مليان كراكيب، حضل طاقتي مرتفعة، لكن في أوقات هحس إني أنا مكتوم، حاسس إنه في إشي كتمني، حاسس إنه في إشي مضايقني. هذا بسبب إيش؟ إنه البيت مأثر عليا ولو بنسب بسيطة. كذلك لو أنا طاقتي منخفضة والبيت طاقته مرتفعة، هحس براحة في البيت، لكن مشاعري لأنها منخفضة حضلها تجيني مشاعر الكبت وإني متضايق وإني مخنوق وإني whatever. فكل هذه المشاعر وكل الأشياء اللي حوالينا بنأثر فيها وبتأثر فينا. فمهم إني أنا أضبط طاقتي، أعلي من نوع مشاعري، أرفع ذبذبتي، وبعديها أشتغل عبيتي وأضبط طاقته وأرفع من نوعية الذبذبات اللي في هذا البيت إن شاء الله. فدائما نتعامل إنه هذا الكون والكون كله اللي إحنا عايشين فيه إحنا وياه واحد. كيف إحنا وياه واحد؟ يعني اللي أنا بصير معايا بتأثر فيه الكون، واللي بصير في الكون أنا بتأثر فيه. فلازم دائما أبحث عن الذبذبات المرتفعة، أبحث عن المشاعر المرتفعة، عن الأماكن اللي فيها كمان ذبذبة مرتفعة، عن الأكل اللي ذبذبته مرتفعة، عشان دائما أحافظ على بيتي، مكان عملي، بيئتي، وعلى نفسي طبعا في البداية، وعلى ذبذبتي، وأعيش بتوازن. هذا أهم شيء. فأنا المقياس لما حطيت لكم إياه، حطيت لكم إياه عشان تشوفوا قديه إنه البني آدم بتأثر، قديه إنه البني آدم في مشاعر معينة ممكن يفكرها عادية، لكن هي مشاعر ممكن ترجعني أسبوع لورا لو أنا فكرت فيها. فابحثوا عن الأشياء اللي بتطوركم، ابحثوا عن الأشياء اللي بترفع من ذبذبتكم، ابحثوا عن الأشخاص والمحيط اللي بيخليكم تتقدموا في الحياة، واتصلوا في ذواتكم أكتر، حبوا ذواتكم أكتر، وإن شاء الله الجميع بيستفيد. اللي حابب يسألني أي سؤال، لسه ما خلصنا كلامنا، في للكلام بقية. اللي عنده أي سؤال حطيت لكم في آخر بوست على الإنستغرام مقياس هاوكنز عشان ترجعوا له كل فترة. فاللي حابب يسأل أي سؤال يحط سؤاله تحت البوست. شكرا للجميع. كتير أسئلة إجتني بتخص المركز، إنه شو رح يكون في نوع أنواع التأملات. أنواع التأملات اللي رح تكون في المركز رح تكون مختلفة وطبعا أقوى من اللي بيكون أونلاين عندي على التليجرام. في عنا يوغا الضحك، لأنه يوغا الضحك هي ممارسة جدا قديمة بس متطورة. هذا النوع من اليوغا بيخليك تزيدي سعادة، بتقوي جهازك المناعي، أي ألام في الجسم مع الوقت بتروح. أنتوا بتعرفوا أنه الضحك بيريح الجسم، بيزيد الأندروفين في الجسم، بتصيروا تشعروا بمشاعر بهجة عالية جدا. وفي عنا تأمل المندالة، وتأمل المندالة وكأنك بتدخل الدواء لجسمك عن طريق المندالة، بيعزز جهازك المناعي، بيقلل الإجهاد، بكافح الاكتئاب وبيخفض. في عنا تأمل المانترا اللي منها أوم وأم. طبعا المانترا أوم هي بتتعلق في إحدى الشاكرات، بتساعد على خلق اهتزازات جدا قوية في جسمنا، بالذات الأشخاص اللي بيعانوا من غازات أو ألام في البطن أو قولون أو عصبية زايدة، حيشعروا بعد هذا التأمل بالسلام لو تابعوا معنا وشاركونا في هذا النوع من التأملات، بالذات لما يكون التأمل في عدد، مش شخص واحد قاعد بردد المانترا، لا يكون عدد كبير، فبيحس إنه جسمه بدأ يطلع كل الطاقات السلبية اللي فيه والألام اللي فيه والضغط النفسي اللي فيه. فهذه إحدى تأملات اللي حتكون في المركز، غير إنه في تأملات للشاكرات، تنظيفها، تطهيرها، موازنتها، ورح يكون في تأمل
لو حابين تستفيدوا من العروض وتاخدوا اشتراكات شهرية أو اشتراك سنوي، ممكن تتواصلوا على الرقم اللي على الشاشة، لأنه هلأ في عنا تخفيض، وتخفيض كتير كبير لعدد 12 تأمل في الشهر، أو تاخدوا خلال السنة اشتراك كامل. فاللي حابب يكون معنا يتواصل على الرقم اللي على الشاشة، وإن شاء الله الكل بيكون موجود وبنشوفكم وبتستفيدوا معنا من الفعاليات الموجودة عندنا في المركز. الأوقات بتناسب الجميع، للي بتشتغل، للي هي ربة بيت، في عنا الصبح تأملات، في عنا المساء، وفي عنا الظهر، وفي عنا بالليل. فاللي حابب يسحب الشاشة كمان ويروح على قناة المركز على الانستغرام عشان يتابع كل شيء. راح أحط لكم عرض هلأ، اللي حابب يكون معنا يكابتشر العرض ويتواصل معي على الرقم اللي على الشاشة. شكرا لكم. مديتيشن الضحك. حبيبتي هبة، ثانك يو كتير كتير. السيشن اللي أخذتها عن جد عن جد ريحتني، ما في ولا نتفة وجع at all، مش حاسة بوجع. يعني قدي كنت تعبانة وقدي كان هيك ظهري شادد وهيك، يعني I'm so tensed، ما بعرف هيك. سبحان الله، سلم إيديك يا حبيبة قلبي.